اليوم أنا بختم البرنامج بحكمة اليوم. حلو إنك تعطي اللي بيسألك حاجة إله، لكن الأحلى إنك تعطي اللي ما بيسألك وإنت بتعرف إنه محتاج. العطاء مش بالضرورة يكون مال. في ناس فكر بس العطاء مال ماني حتى لأهله، لا، العطاء ممكن يكون اهتمام، احترام، وقت. نحن ممكن مش نبعث فلوس لأهالينا ولا الواحد، لا لا لا، نعطي الوقت ونعطي حتى نسمع للآخرين. يمكن هذا أكثر شيء بيكون الدنيا منه.